شيخنا أحسن الله إليكم، وهذا أحد الأحبة أبو محمد يقول أن هناك عمال يعملون عند مقاول، فيقول يعملون عندي في المنزل، فيقول أنني أقوم بإعطائهم مالا أو ما يسمى بين قوسين بخشيش من أجل أن يتقنوا العمل أكثر في منزلي، فهل يعد ذلك ضربا من ضروب الرشوة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. وبعد، فسؤال الأخ السائل فيما يعطيه للعمال الذين يعملون في بيته من مبالغ لأجل أن يتقنوا العمل، فنقول إن بينك وبين صاحب العمل وبينك وبين صاحب العمل اتفاق وعقد لا يجوز لك أن تخل به ولا أن تفسد عليه عماله، فإذا كنت ترغب فليكن ذلك في العقد، وليكن ذلك بعلم صاحب العمل من مؤسسة أو شركة. أما أن تفعل ذلك فهذا لا شك أنه فيه إضرار على صاحب العمل، وفيه حث للعمال أن يقصروا في أعمالهم عندك وعند غيرك لأجل أن يحصلوا على زيادة في المال، وهذا هو إفساد للعمالة على الشركات والمؤسسات. ثم إذا قدموك على غيرك وفضلوك بالعمل على غيرك فلا شك أن هذه رشوة محرمة لا تجوز، فعليك أن تحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي. وأيضا الإفساد هو من التخبيب، عليك أن تتقي الله عز وجل. وأنت بينك وبين الشركة أو المؤسسة العقد، عليك أن تملي فيه شروطك، عليك أن تضع عليهم شروطا دقيقة، وتتابع عملك أول بأول وتعاقبهم أول بأول. أما أن تفعل أمرا محرم لأجل تظن أن هذا الذي هو الذي يصلح. وما دمنا نتكلم في هذا الموضوع، فبعض الإخوة والأخوات ربما أفسدوا العمال على أصحاب العمل، وربما أفسدوا سائقين، وربما أفسدنا بعض الخادمات على أصحاب العمل. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويحذر من هذه الممارسات والإفساد في هذه العمالة، في من يأتي بهم أصحاب العمل يريدونهم أن يتقنوا أعمالهم، أن يتقنوا أعمالهم وأن يعملوا بجد وإخلاص، ثم هذه الممارسات التي يظن الإنسان بأنها عون لهم، بأنها بخشيش لهم، بأنها تجعلهم يتقنوا العمل، هي تجعلهم يتكاسل، تجعلهم في كسل وفي تقصير لأجل أن يحصلوا من غيرك على أموال كثيرة وطائلة دون علم صاحب العمل. نعم. البعض الشيخ الكريم أحسن الله إليكم قد يحضر وجبة غداء للعمال إذا كانوا يعملون عندهم من الصباح الباكر وحتى نهاية النهار، فهل يعد ذلك أيضا من الرشوة؟ هذا لا بأس به وليس فيه رشوة، ولا بد أن يخبر أيضا المؤسسة، لا بد أن يخبر صاحب العمل بأنه سيؤدي ذلك لهم وسيقدم لهم ذلك. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم.